حياكم الله متابعين مربع نت من جديد، اخوكم عبد العزيز، واليوم جاي اصور عروض نهايه العام من كيا الجبر وكيا سيارات كيا، طبعا بالتعاون مع الجبر للتمويل هذه العروض مقدمه لكم. لكن قبل ان نبدا كالعاده لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم سيارات مع المربع نت. وكيا الجبر وكيا سيارات كيا مسوين عروض على كافه موديلات كيا، وخلونا نبدا مع الاقساط. ونبدا مع السبورتاج، قسطه الشهري 1244 ريال سعودي، وسعر السيارة كاش يبدأ من 96,023 ريال سعودي. أما مع طراز السلتوس الجميلة هذه الكروس أوفر، قسطه الشهري 1127 ريال سعودي، وسعرها كاش ب 85,328 ريال سعودي. والحين مع كيا سونت الصغيرة هذه، أصغر كروس أوفر في عائلة كيا، قسطه الشهري 1110 ريال سعودي، وسعرها ب 82,223 ريال سعودي. والحين مع الكي 5 الجميل هذه، قسطه الشهري 1288 ريال سعودي، وسعرها الاجمالي يبدا من 100,048 ريال. مع العلم ان الاسعار ذكرناها شامله ضريبه وشامله الرسوم ايضا، والاهم ان السيارات كلها عليها خدمه مساعده على طريق لمده 5 سنوات، والعرض هذا ساري الى 31 ديسمبر 2022. متاح ايضا عروض بدون دفعه اولى وبالتعاون مع شركه الجبر للتمويل مع عموله تمويليه تنافسيه تبدا من 4% ودفع التملك تصل الى 40%. خلينا نتعرف بشكل سريع على ابرز تجهيزات في السيارات اللي صورناها اليوم، ونبداها مع السبورتاج. تجي بكشافات ال اي دي بالكامل وجنوط رياضيه بقياس 17 انش وشاشه بقياس 8 انش ومكيف هواء ثنائي المناطق، يعني في منطقتين للتبريد. وايضا ابرز التجهيزات في المحرك، المحرك الاول هو 2 لتر بقوه 56 حصان، طبعا دفع امامي ورباعي ايضا، تجي تنفس طبيعي. وفي المحرك الاخر اللي هو 1.6 لتر تيربو تشارج، وكل السيارات اللي تجي بالمحرك هذا تجي بدفع رباعي مستمر وقوتها 180 حصان. اما مع طراز السلتوس، تقدم في اعلى فئه منها اللي هي الفول كامل، جنوط بقياس 17 انش مع كشافات ال اي دي اماميه وخلفيه، مع شاشه داخليه بقياس 8 انش ايضا، وتحكم اوتوماتيكي كامل في المكيف الهواء، وايضا كراسي الاماميه تجي بخاصيه التبريد مع فتحه سقف وستائر خلفيه. وايضا عندنا طرازين بالمحركات اللي هو 1.6 لتر بقوه 123 حصان، ومحرك 1.4 لتر تيربو بقوه 140 حصان. والحين معنا طراز السونت، واللي هي اصغر كروس اوفر في عائله كيا، واللي تجي بتجهيزات جدا جميله. عندنا كشافات ال اي دي اماميه وخلفيه، جنوط مقاس 16 انش، وشاشه بقياس 8 انش تقدر توصل فيها جوالك ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وايضا عندنا شاحن لاسلكي للجوال، ونظام الصوتي الجميل من شركه بوز العملاقه للصوتيات. والحين نتكلم عن الكي 5، هذه السياره بوجهه نظري واحده من اجمل السيارات الكوريه الموجوده حاليا في السعوديه. طبعا تصميم كيا في خشم النمر الموجود، الشبك الجميل هذا، الاناره اللي سميتها ناديل السمكه هذه الجميله. ايضا الكي 5 باعلى فئه تجي بجنوط مقاس 18، شاشه ترفيه بقياس 10.25، وعندنا شاشه طبلون في الكامل تجي 12.3 انش. تعالوا معي خليني اوريكم داخليه الكي 5. هذه ما هي اعلى فئه من فئات الكي 5، ولكن مع كذا الازاز جدا جميله، وفتحه السقف البانوراميه موجوده فيها ايضا، واكيد باعلى فئه موجود فتحه سقف بانوراميه، وباعلى فئه ايضا موجود سماعات من شركه بوز المشهوره. وبكذا نكون وصلنا لنهايه تغطيتنا العروض كيا الجبر وكيا سيارات كيا. اكتبوا لنا في التعليقات وش رايكم في العروض المقدمه، وايضا اذا حاب تستفسر عن اي شيء يخص هذا العرض راح نرفق رابط اسفل المقطع، ادخل عليه عبي بياناتك والشباب راح يتواصلوا معك باذن الله. في الختام لا تنسى من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع المربع نت، ولا تنسى تشير مقطع ماي احد حاب علامه كيا الكوريه. انا عبد العزيز، مع السلامه.